السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. في الفيديو نتاع اليوم غادي تشوفوا الوصفة التجارية المعتمد عليها في صنع لي مادلين بالشوكولا أو لي مافن. بالنسبة للمقادير اللي غادي تشوفوهم اليوم، غادي تتحصلوا على 30 قطعة حجم كبير أو 40 قطعة حجم متوسط. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات، هنا في إناء الخلاط راني واضعة 8 بيض. نحتاج إلى السكر 500 غرام، نحتاج إلى الزيت 400 مليلتر ما يعادل 2 كوب غير مملوء. هذا الكوب الذي يزيد 250 مليلتر نتاع ماء. نحتاج إلى 200 مليلتر نتاع ماء كوب غير مملوء. نحتاج إلى الحليب أيضا 200 مليلتر أو كوب غير مملوء. نحتاج هنا خميرة الحلوى 40 غرام او 4 كيس او 4 ملاعق صغار. هنايا سكر فانيلا ايضا 40 غرام او 4 كيس او 4 ملاعق صغار. ونحتاج ايضا الى قرصه نتاع ملح. تقدروا ايضا اضافه عطر الليمون او قشور الليمون. نضيف للبيض سكر فانيلا وايضا القرصه نتاع الملح. غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي والسكر يكون ذاب. اما تستعملوا العجان او الدراب الكهربائي العادي. انا استعملت العجان باش دربت هاد المكونات. تقدروا تستعملوا الدراب الكهربائي العادي ونفس النتيجه، فقط لازم مده باش تتحصلوا على هذا الخليط الكريمي كما راكم تلاحظوا في الصوره. بعد نقصوا من سرعه العجان او الخلاط ونضيفوا الزيت 2 كوب غير مملوئين او 400 مليلتر. نخلطوا قليلا ثم نضيف كوب نتاع الحليب غير مملوء 200 مليلتر مع 200 مليلتر نتاع ماء. نقعدوا نخلطوهم جيدا. من تشوفوا المكونات قاع تجانسوا، الان غادي نضيفوا الفارينه. الفارينه ما ذكرتهاش في الاول، استعملت بالضبط 800 غرام. اضفت لها خميره الحلوى، خلطتهم وغادي نضيفهم للخليط الاول. ومادا بكم الفارينه لازم تكون مغلبله باش بالمعده ما تتحصلوش على كويرات في العجينه. بعد هنا في الاول نخلطوا بسرعه بطيئه باش هذيك الفارينه ما تخرجش من الاناء. من بعد نزيدوا في السرعه ونخلطوا حتى نشوفوا المكونات تجانسوا والخليط ولا املس. هنايا خميره الحلوى اللي نستعملوها عندها مفعول جيد يعني قويه. هنايا غادي تشوفوا باللي الخليط من بعد مباشره ولا كثيف. الا كانتوما خميره الحلوى اللي تستعملوها شويه ضعيفه، تقدروا تزيدوا معها بيكربونات، زيدوا نصف ملعقه صغيره. شوفوا هنايا الخليط كيفاش راه املس وايضا كثيف. وهذا الكثافة هي اللي ما تخليش الحبيبات على الشوكولا يهودوا في قاع نتاع لي مادلين، يعني تخليهم هكاك موزعين في الحبة. لو كان الخليط هذا يكون سائل وتضيفوا له من بعد الشوكولا غادي تنزل لكم كاع في القاع. بالنسبة للشوكولا اما تستعملوا الحبيبات او تستعملوا هذو تاع العلب. انا استعملت تاع العلب 200 غرام طحنتها وهذه كنت وضعتها في المجمد، يعني وجدتها قبل ما نعجن العجينة باش من بعد الحبيبات ما يذوبوش يقعدوا هكاك مبعترين في العجينة. بعد هنايا تخلطوا جيدا كما راكم تلاحظوا وشوفوا العجينه كيفاش راها كثيفه، يعني ناكد على هذه النقطه، يعني الكثافه ماشي من الفارينه، الكثافه تجي من خميره الحلوى. هادو هما القوالب اللي استعملتهم وضعت لهم لي كيسات وكما راكم تلاحظوا حجم كبير. تقدروا تستعملوا اي قوالب حاضره عندكم في البيت. من بعد هنا عجينه وضعتها في جيب حلواني باش تسهل عليا الخدمه وايضا الخدمه تجي نظيفه وتكملوا بسرعه خصوصا لا كنتوا تاجروا فيهم. من بعد غادي نملؤوا القوالب، غادي تملؤوا ثلث ارباع نتاع القوالب وخلوا واحد الان سنتيمتر ما فيهش العجينه لان من بعد هادو لي مادلين غادي ينتفخوا. بعد ما تملؤوا القوالب ماذا بكم وضعوهم في زوج سنيوات، يعني لازم تباعدوا بيناتهم باش لي مادلين يجوكم محمرين مليح. من بعد في الاخير وضعت لهم القليل من السكر في المساحه العلويه. تقدروا تخلوهم عادي بدون سكر لانهم راه فيهم الشوكولا غادي تطبعهم مليح بعد ما يطيبوا. تقدروا ايضا تزينوهم بحبيبات تاع الشوكولا فقط من المساحه العلويه باش يكون المنظر تاعهم شباب كما راكم تلاحظوا في الصوره. هنايا فقط ملاحظه، هادو لي كيسات اللي استعملتهم كبار، هادو هما تحصلت على 30 قطعه، لكن اللي استعملتوا هاد المتوسطين غادي تتحصلوا
على 40 قطعة، هادو المتوسطين صغار على هادو، انا استعملت الكبار. من بعد غادي نسخنوا الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية، ما يعادل 400 درجة فرنهايت. من يسخن الفرن ماذا بكم طيبوا ببلاطو واحد، لو كان طيبوهم للزوج مع بعض ما غاديش ينتفخوا لكم مليح. وكما راكم تلاحظوا وضعتهم في زوج سنيوات وباعت بين القطع باش الحرارة تكون متداورة بهم مليح ويتحمروا لكم غاية وينتفخوا لكم ويجوكم شابين. بالنسبة للفرن انا نشعل فقط من الاسفل وعندي المروحة، لكن تقدروا الدقائق الاخيره تشعلوا عليهم دقيقه او اثنين من الفوق الا بغيتوهم يجوكم محمرين. وهذا هو الشكل النهائي نتاعهم، شوفوا كيفاش نتفخوا وتحمروا. بالنسبه لمده الطهي كانت 20 دقيقه للسنيوه الواحده، غادي نفتح لكم واحده وتشوفوا كيفاش جا من الداخل. بالنسبه لملاحظه اليوم تقدروا هاد لي مادلين تحضروهم بكميه كبيره وتحتفظوا بهم في المجمد، يعني غير يبردوا لكم توضعوهم في كيس بلاستيكي تغرقوا عليهم مليح وتوضعوهم في المجمد وتخرجوهم عند الحاجه. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم. قولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.